كبسة الفراخ معايا ايه؟ معايا للفراخ معايا فرختين متقطعين 8 قطع، ممكن تقللي تزودي تعملي دبابيس بس، صدور بس، فخاد بس، اجنحه، ايا كان اللي موجود عندك استخدميه. معايا 4 بصلات مفرومين، 6 فلفل الوان مفروم، طبعا الكميات دي انا عاملاها علشان كميه الفراخ عندي كبيره ومستخدمه 2 كيلو رز. فانت ممكن تقللي الكميه او تزودي على حسب ما انت عايزه. معايا فلفل احمر مفروم، معايا معلقتين كبار ثوم مفروم، كوبايه بقدونس مفروم، 3 معالق كبار من صلصه الطماطم، معايا كمان زيت وحبة كاري وكركم وبابريكا وكمون وملح وفلفل اسود. دي التتبيله بتاعت الفراخ، معنى كده ان كل دوت هينزل الاول في الحله مع حبه زيت، ودي تتبيله ودي صدمه للفراخ من جميع النواحي، وبعد كده اشيلها واروح حاطه بهارات الرز بقى مع اللي هيفضل من الفراخ في الحله. عندي ايه بقى لعمل الرز؟ عندي 12 كوبايه رز بسمتي اصفر زي ما انتم شايفين كده، يعني 2 كيلو، نقيته كويس واتنقع حوالي نص ساعة علشان ما ياخدش معايا سوى. الصدمة اللي احنا هنديها للفراخ هتساعد في ان هي تستوي بسرعة، والربع ساعة بتاع تسوية الرز يبقى مظبوط قوي على الفراخ كده، مش عايزين اكتر من كده. 12 كوباية رز بسمتي عليهم 24 كوباية مية مغلية. عاملين الكوباية دي للرز، الكوباية دي اللي عايرنا بيها 12 كوباية رز، وهنعاير بيها هي اللي عايرنا بيها الرز هي المية. بياخد ضعف الميه على طول، بياخد ضعف الرز، يعني عاملين 12 كوبايه رز يبقى 24 كوبايه ميه، ولازم تكون مغليه. من شروط او من اساسيات نجاح الرز معايا ويطلع معايا مفلفل، ما يبقاش معجن، ما يبقاش محصول، ما يبقاش ناشف، ان الميه تكون مغليه، ان الرز يكون منقوع نص ساعه في ميه عاديه من الحنفيه قبل الشغل على طول. ده بيديكي تسويه ربع ساعه بالظبط على النار، تاخدي احلى رز مفلفل تدوقيه في حياتك. معايا ايه كمان؟ معايا 3 اعواد قرفه خشب، 3 لومي، 3 معالق كبار بهارات كبسه من اللي احنا عاملينها، وكزبره ناشفه. طيب بهارات الكبسه ممكن تنزل معانا يا رغده؟ طب يلا بينا. معايا كمان قرفه بودر ولورا بودر وحبهان بودر ورشه زعفران بودر وملح وفلفل اسود. دي كده البهارات بتاعه الرز اللي هنعملها بعد ما ينزل الخلاصه كلها من الفراخ، وهوريكم دلوقتي هنعملها ازاي. انا عشان هعمل على مكانين بهارات الكبسه معانا على الشاشه، وبتقول ان احنا معانا ايه. معايا 3 معالق كبار كمون حب، 3 معالق كبار كزبره ناشفه حب، 3 معالق كبار فلفل اسود حب، 2 لومي، ورق لورا، ومعانا كمان ومعايا كمان في بهارات الكبسه معلقه كبيره قرنفل بودر، ومعلقتين كبار من القرفه البودر، ومعلقه كبيره حبهان بودر، ومعلقه كبيره جنزبيل بودر، ومعلقتين كبار من الكركم، ومعلقتين كبار من الكاري، وملح. رشة الملح اللي بنحطها في البهارات اللي لما بنيجي نعملها دي علشان تحفظ البهارات، مش عشان التمليحة بتاعتها او الحياء بتاعها. بصوا كده انا قسمت كل المكونات بتاعت الفراخ على الحلة والطاسة. ليه؟ علشان الكمية عندي كبيرة. المفروض ان احنا بنعمل بالشكل ده كده، وتاخد الفراخ معانا صدمة هنا وهنا، وبعد كده بنشيلها، وبعد كده بنروح منزلين الرز علشان بالبهارات بتاعته عشان ياخد التطعيمة. هتحس ان المكونات كتير والتوابل كتير والمقادير كتير، بس عايزه اقول لكم هي مش كتير ولا حاجه، لان في الاخر بتديني يعني حاجه تتشرفي بيها قدام ضيوفك. عندك عزومه بقى، معروف ان شهر رمضان شهر العزومات وشهر اللمه، فمتهيألي مش هتلاقي احلى من حاجه يعني مخدومه كويس قوي علشان تديكي النتيجه اللي انت عايزها. حضراتكم شايفين ان انا بقسم كل حاجه علشان هحط هنا جزء من الفراخ وجزء هنا من التاني. الخلاصه بقى اللي هتنزل من الفراخ هبدا ان انا احط عليها بهارات الرز بعد ما اشيلها وارجع اشتغل بيها كويس قوي. بسم الله. عشان لسه هحط فراخ فتبقى ايه؟ مدياني المساحه المظبوطه. اجي بقى احط التوابل بتاعتنا، كل ده هيتجمع في حله تانية بس بعد ما ادي الفراخ الصدمه بتاعتها.
ما باخدش كمية البقدونس كلها، لا انا عايزة جزء هنا هيبقى مع الرز لما يتحط كمان، والنص التاني احطه في الاخر لما الرز يتشرب. شايفين المنظر عامل ازاي؟ الروايح طالعة مش قادرة اقول لكم. بسم الله. ارجع واقول المفروض ده كله يتعمل في حلة واحدة، لكن عشان كمية الفراخ عندي كبيرة فانا اسمع على اتنين، لكن كله هيتجمع في حلة واحدة لما اجي اسوي الرز. ونخلي بالنا كويس قوي من حتة معيار الرز دي والعقد بتاعه عشان يطلع معاكي مظبوط. ربع ساعة وخلاص على كده، يعني مجرد ما اديتي صدمة للفراخ وشلتيها من مكانها ونزلت الرز شرب من كل المكونات دي، اظبطي على ساعتك ربع ساعة يكون الرز مستوي. يعني حد يقول ايه كبسة الفراخ بتاخد وقت ودبكة والكلام ده كله، لا انت ممكن الساعة المغرب بتدن الساعة 6:14 دقيقة، يعني ممكن انت الساعة كام هقول 6:15 تبدأي في عمل الكبسة. ايه ده تلحق تتعمل؟ اه على الفطار تقدميها كده سخنة ومحوحة هتبقى في منتهى الجمال كده. تمام وزي الفل معايا. ارجع بقى دلوقتي امسك الفراخ اديها صدمة جزء هنا وجزء هنا، ناخد بقى كده على الجزء اللي هو فيه الجلد يتشوح، وارجع ان انا اروح قلباه الناحية التانية بالشكل ده كده. يلا الناحية التانية. طبعا الغساء الفراخ مغسولة كويس قوي ومنقوعة مثلا في مية وملح حوالي نص ساعة او ساعة على حسب الوقت المتاح ليكي بالشكل ده كده. صدقوني اسرع 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 كبسة ممكن تشتغلوا بيها او ممكن تعملوها وتاخدوا منها نتيجة مضمونة 1000000%. خلاص خدناها كده. النار تبقى عالية علشان انا مش عايزاها تبق مية، لا انا عايزة اهي كده بالشكل ده. شايفين شكل الفراخ اصلا عامل ازاي من المكونات اللي احنا حاطينها؟ بسم الله ما شاء الله. مش قادرة اقول لكم الروايح عاملة ازاي. اراهنك ان اي حد هياكل الكبسة دي عندك سواء ضيوف سواء ولادك اهل بيتك مش هيبطلوا ان هم يطلبوها منك على طول من حلاوتها وجمالها. يلا بينا نطلع فاصل. تعالوا نطلع فاصل. هعمل ايه في الفاصل؟ هقلب الفراخ زي ما شفتوني كده وانا بعملها، وهعمل ايه كمان؟ مجرد ما تلف شويه هروح شايلاها واسيب بقيه المكونات اللي فيها اجمعها كلها في حله واحده. طيب هعمل ايه كمان؟ هحط لها التوابل بتاعت الرز دي كلها بقى على الباقي ده. طب ما انت حاطه هنا توابل. انا كنت حاطه هنا توابل عشان تديني تطعيمه للفراخ حلوه قوي، لكن دي بقى بهارات الكبسه بتاعتنا اللي احنا عايزين الرز بتاعها يعني ريحته وتطعيمته تبقى جايبه اخر. شلنا الفراخ بعد ما خدت الصدمه الحلوه دي، بصوا لون الفراخ نفسه عامل ازاي في منتهى الجمال وريحته كمان تحفه. بصوا المنظر، شايفين شكل الفراخ عامله ازاي؟ دي لو هتعملوا بنفس التتبيله اللي احنا عاملينها دي صينيه فراخ بالشكل ده وتحطوها في الفرن اتحداكم، لو يعني بصوا هتعملوا غيرها بعد كده. بصوا بقى ادي البصل والفلفل وكل المكونات اللي هي كانت معموله فيها صدمه للفراخ. حطينا عليها ايه؟ حطينا عليها كل مكونات الرز اللي هو القرفه البودر واللومي وبهارات الكبسه والكزبره، كل دوت خلطناه مع بعضه كده. تعالوا بقى ننزل دلوقتي بالرز اللي مغسول ومنقوع نص ساعه. دول قلنا 2 كيلو رز 12 كوبايه عليهم 24 كوبايه ميه مغليه، ونحسب على ساعتنا. اول ما نحط الميه المغليه ونسقي الرز نحسب على ساعتنا ربع ساعه بالظبط، وتكوني واخده احلى رزايه واطعم رزايه في الدنيا، ولا تلاقيها ناشفه ولا مكسره ولا محصوله ولا الكلام ده كله خالص. بسم الله. بصوا كده، بصوا شكل الرز نفسه عامل ازاي، شايفين المنظر؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ومش قادره اقول لكم الروايح بتاعتها عامله ازاي. اسرع كبسه ممكن تعملوها. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كده تمام وزي الفل. بص شكل الرز اساسا وهو ني يتاكل وهو ني، تخيلوا بقى ده كمان لما يستوي هيبقى عامل ازاي. شوحنا كويس،
شرب من كل العصاره اللي نزلت من الفراخ وكل التوابل اللي احنا حطيناها. نيجي بقى دلوقتي نحط عقد الميه. احنا قلنا الميه عندنا 24 كوبايه على 12 كوبايه من الرز، بسم الله، وتكون مغليه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. دول طبعا معايرينهم وحاطينهم في الكاتل وبيغلوا تمام وزي الفل. لازم تكون الميه مغليه، اوعي تاخدي ميه من الحنفيه او ميه تكون دافيه وتقولي هي كده تمام. لا، حد هيقول لي ايه ده الميه عايمه كده ليه يا نونا، مش دي كتير؟ لا، احنا معايرينها بالظبط والمقدار بتاعها هيطلع ان شاء الله باذن الله مظبوط. الرز البسمتي بياخد ميه اكتر من الرز العادي بكتير. بسم الله، ناخد كده اللي على الحروف اللي على الجوانب، ما نخليش اي حاجه في الحل. طيب كده خلاص تمام وزي الفل. وانا طبعا مش هينفع ان انا ادوق عشان الملح. لا، هي هي ان شاء الله. حتى رغده بتقول لي طب دوت لو انا عامله كيلو رز هياخد مثلا التوقيت بتاعه اللي هو ربع ساعه، طب لو كميه الرز زادت هياخد وقت؟ لا، هي هي التوقيت بتاعها، ملهمش علاقه، ملوش علاقه كميه الرز قد ايه. بسم الله، ببدا ان انا اعمل كده علشان الفراخ تاخد التسويه بتاعه الرز، وهنشوف شكلها لما هتستوي تبقى عامله ازاي. الغليان بتاع الرز وتسويه الرز هي اللي هتاخد باقي تسويه الفراخ معانا. بسم الله، الشكل ده كده زي ما قلت في الاول كان لازم نعمل حلتين رز. احنا ممكن ما نحطش الغطا، ممكن نقفلها بورق فويل. واللي ربنا سنده ايه جدع. وربنا يستر. لا ان شاء الله. واحدة كمان. فاتن هاتي، فاتن هاتي ورك فرخة زي ده عشان لازم نوقع الشوربة. أنا عايزة أقول لك إن من أول الحلقة قلت الجمل نقسمه على حلتين، بس برضه لربنا. أيوة أنا عارف. نعمل بقى كده، نعمل كده ونقفل الحلة بالفويل. بسم الله، أنقذنا ما يمكن إنقاذه. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني خدنا شوية شوربة من اللي في الحلة حطيناهم في بولة، مش معنى كده إن هما مش هيتحطوا، مش معنى كده إن هما مش هيتحطوا، لأ، مجرد ما دول يتشربوا هنبدأ إن إحنا نزود دول. مجرد ما ده يتشرب هنبدا ان احنا نزود دول عشان يبقى مقدار الرز مظبوط على مقدار الشوربه اللي احنا حاطينه. هنقفل كده ومش هنفتح تاني الا بعد 10 دقايق عشان تكون الرز اتشرب معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الرز؟ بصوا هو لسه طبعا بيتشرب ولسه ماشي في التسويه. بسم الله الرحمن الرحيم. بص، بسم الله ما شاء الله، استنى، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. في طبعا الفراخ محطوطه من تحت، فهنطلعها واحنا شغالين كده.